شكرا مالك. بطبيعة الحال مشاهدين، عودة الرئيس سعد الحريري تصدرت اليوم عناوين الصحف لا سيما المحلية، منا لنشوف صحيفة السفير كيف تعاطت مع الموضوع، وصحيفة السفير كانت أول من دعا الرئيس سعد الحريري للعودة إلى بيروت. لم تأتي عودة الحريري من فراغ، حظيت بموافقة السعوديين والأمريكيين وتشجيع الأوروبيين خصوصا الفرنسيين، وهؤلاء وغيرهم يعولون الكثير عليها في اتجاه محاصرة نيران التي أشعلتها شرارة الإرهاب الذي أصاب عرسال وجاراتها وجردها، ومن ثم منع تجددها أو تمددها نحو مناطق أخرى. على أن يستكمل هذا الجهد العسكري والأمني المشترك انفتاح سياسي يعيد رسم الخريطة السياسية الداخلية بكل مكوناتها وتوازناتها وتحالفاتها، وصولا إلى وضع لبنان على سكة مرحلة سياسية انتقالية، يشكل انتخاب رئيس جديد للجمهورية أبرز عناوينها، على أن يكون توافقيا وممثلا حقيقيا للوجدان المسيحي وضامنا لعلاقات تشاركية تشجع المسيحيين على البقاء في أرضهم أو عبر ابتداع صيغة رئاسية انتقالية لمدة معينة لا تتجاوز نصف الولاية 3 سنوات ولا تقل عن سنة. ننتقل الآن إلى صحيفة القبس الكويتية. تنطلق الحركة الملحوظة للنائب وليد جنبلاط من معطيات دولية وأقليمية، وجد معها جنبلاط أن الظرف بات ملائما للخروج بانتخابات رئاسة الجمهورية من عنق الزجاجة، والانطلاق منها للتحقيق نقطة التقاء بين الأطراف على مرشح توافقي. وجنبلاط يتحرك هذه المرة كما تحرك في السعي لتشكيل الحكومة الحالية، ونجح فيما كانت الظروف جميعها تبدو مقفلة. وفقا لمصدر القبس، توافرت لدى جنبلاط معلومات عن المدى الذي بلغته المحادثات بين إيران والغرب عموما وبينها وبين الولايات المتحدة خصوصا، مفادها أن المحادثات الجانبية شبه المتواصلة قطعت شوطا كبيرا في تحديد نقاط توافق على ترتيبات في المنطقة تساعد في تأمين شروط لاستقرارها أو أقله تحد من مخاطر البؤر المتفجرة، على عكس ما تشيعه الدوائر الرسمية الإيرانية بأن المحادثات محصورة بالنووي. ومن القبس الكويتية إلى الشرق الأوسط، السعودية. والملاحظ اليوم أن على الصفحة الأولى للشرق الأوسط غاب أي عنوان عن عودة الرئيس الحريري إلى بيروت. قالت مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات مع الجماعات المسلحة إن العسكريين اللبنانيين الذين خطفوا في عرسال توزعوا على 4 فصائل عسكرية سورية متشددة كانت تقاتل الجيش اللبناني داخل البلدة بعدما كانوا بيد خاطف واحد. المعلومات التي ترد من التلال الحدودية مع سوريا تفيد بأن الخاطفين عمدوا إلى توزيع العسكريين المخطوفين بهدف رفع مستوى مطالبهم من الدولة اللبنانية وتحقيق أهداف لهم، مؤكدا أن تلك الفصائل ترفع سقف شروطها. أما الفصائل الأربعة فهي جبهة النصرة وداعش، إضافة إلى فصيلي أحرار القلمون والكتيبة الخضراء، علما بأن الفصيلين الأخيرين لم يعرفا أثناء المعارك. وأشارت المصادر إلى صعوبة الاتصال بالجهات الخاطفة نظرا للعوائق اللوجستية كونهم يقيمون في الجرود الحدودية مع سوريا، إضافة إلى تعدد الجهات التي يجري التفاوض معها. إلى الأخبار الآن، ومن الأخبار مقالة عبد الكافي الصمد عنوانها دريان غدا مفتيا للجمهورية. تبدو كل الطرق سالكة إلى دار الفتوى أمام رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان القاضي عبد اللطيف دريان لينتخب فيما يشبه حفلة تنصيب مفتيا جديدا للجمهورية اللبنانية. وكان يمكن لانتخاب دريان أن يكون بالتزكية نتيجة الإجماع الواسع حوله لو لم يكن لهيئة العلماء المسلمين والجماعة الإسلامية رأي آخر بوقوفهما خلف الشيخ أحمد درويش الكردي مرشحا منافسا، ما فرض شكلا الاحتكام إلى صناديق الاقتراع. وأشارت المصادر إلى أن هذه التطورات وتحديدا إجماع تيار المستقبل ومعارضيه داخل الطائفة السنية على دريان وعودة الحريري أمس أسقطت أغلب رهانات هيئة العلماء والجماعة على إمكانية أن يحصل الكردي على أصوات وازنة لا تؤهله للفوز بطبيعة الحال لكون الانتخابات محسومة نتائجها سلفا. إلى صحيفة الأنباء الكويتية الآن، وهذا الخبر الأمني. تعمد أحمد الأسير الظهور في حي حطين داخل مخيم عين الحلوة في صيدا بشكل لفت انتباه كل أبناء الحي وكل من صادف مروره فيه. أما أكثر ما لفت الانتباه فهو أنه كان يرافق الإسلامي المتطرف أبو محجن الذي يتصدر اسمه المحسوبين على تنظيم القاعدة.
من خبر أحمد الأسير المقيم على ما يبدو في مخيم عين الحلوة في صيدا، ننتقل الآن مجددا إلى صحيفة الشرق الأوسط. يشهد جبل سنجار غربي الموصل يوميا وفاة أكثر من 15 طفلا جراء الجوع والعطش، إلى جانب وفاة العشرات من النساء وكبار السن. ومع استمرار المعارك بين البشمركة ومسلحي داعش، تتواصل في الوقت ذاته معاناة النازحين الذين فاق عددهم خلال الأيام الماضية 500,000 بحسب المصادر الرسمية، فيما تتواجد الآلاف من العائلات الإيزيدية المحاصرة في جبل سنجار من دون مياه وطعام كافيين. وأنتقل الآن إلى نيويورك تايمز الأمريكية، وتخبر نيويورك تايمز على طريقتها ما حدث بالأمس في غزة فور انتهاء الهدنة. كانت صباح دواوسة في المطبخ صباح الجمعة تقلي الدجاج الذي طلبه ابنها إبراهيم 10 سنوات. انتهاء هدنة 3 أيام في غزة حدا بصباح الطلب إلى ابنها البقاء في المنزل، غير أن إبراهيم ذهب للعب قرب المسجد المجاور. من مطبخها سمعت صباح الغارة، سمعت دوي الصاروخ الذي قتل ابنها وتركه جثة مدرجة بالدم قرب حذائه الصغير وزجاجة مشروبات غازية لم يكملها. وهذه صورة تصدرت صفحات النيويورك تايمز الأمريكية للشهيد إبراهيم دواوسة. من النيويورك تايمز إلى صحيفة البايس الإسبانية، وهذا الخبر: أهدى قائد إحدى كتائب تنظيم داعش زوجته يوم زفافهما حزاما محملا بالمتفجرات أو حزاما ناسفا، وهو من بين المتشددين الذين غادروا إسبانيا إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات المسلحة، وهو مغربي الجنسية ويدعى محمد حمدوش ملقب بكوكيتو. يبلغ هذا الكوكيتو 28 عاما، وهو ظهر في شريط فيديو يرفع سلاحا أبيض أمام 5 رؤوس قطعت لضحايا قتلوا على يد عناصر من الجماعات المسلحة. زوجته آسيا أحمد محمد التقته في مخيمات التدريب التابعة لداعش في مدينة الأتارب، وكانت هديتها إذن في يوم الزفاف حزاما ناسفا. ختام الجولة مع صحيفة النهار، تأخرت كلمة مهمة للرئيس باراك أوباما وجهها إلى الشعب الأمريكي بشأن العراق بسبب اختراق أمني في الجانب الشمالي من البيت الأبيض، ليتضح لاحقا أن السبب طفل عمره 1.5 سنة. فقد أجبر هذا الطفل الرئيس الأمريكي وكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية على الانتظار حتى رفع حالة الإنذار. وبدأت الواقعة عندما نجح الطفل في حشر جسده والمرور بين قضبان الحاجز الخارجي للبيت الأبيض قبل دقائق من كلمة أوباما، ما أدى لانطلاق الإنذار والإغلاق التلقائي الموقت للمقر الرئاسي. وسرعان ما تداركت عناصر الخدمات السرية المسؤولة عن الأمن الرئاسي الوضع وأعيد الطفل إلى أحضان والديه. وقال الناطق باسم الخدمات السرية في البيت الأبيض ساخرا: علينا الانتظار طويلا حتى يتعلم الكلام لنستجوبه. وبهذا الخبر من صحيفة النهار أختم الجولة وأعود إلى مالك وضيفه.